لحظات مدهشة لا تصدق تم التقاطها في عالم الرياضة. السلام عليكم متابعي قناة هاي سبورت الأعزاء. السلام عليكم ورحمة الله متابعي قناة هاي سبورت الكرام، ومرحبا بكم في فيديو جديد اليوم. كثيرة هي الأمور التي تحدث في عالم الرياضة، ومنها أمور غريبة، كمثلا أن تظن نفسك فائزا وتقوم بالاحتفال فينقلب كل شيء رأسا على عقب، وبدلا من الفوز تصبح أنت الخاسر. واليوم سترون الكثير من هذه الأشياء، لذا في هذا الفيديو سنشاهد لحظات مدهشة لا تصدق تم التقاطها في عالم الرياضة. لنبدأ. في هذا النزال لمباريات UFC والذي جمع بين ماكغريغور ومحمد حبيب، ولكن قبل بدء النزال يجب أن يتقابل اللاعبان لأخذ صورة إعلانية لبدء النزال، وأثناء ذلك قام خصمه الذي يحتسي الكحول ويقوم بنعته بألفاظ سيئة، وقام أيضا بحركة غير أخلاقية أثناء التصوير، لكن وكما تعلمون كان رد حبيب داخل الحلبة بضرباته وصفعاته المؤلمة التي انهال بها على وجه ماكغريغور ليقوم بإمساكه ويستسلم في المباراة ويخسر لقبه أمام هذا البطل القوي. كريستيانو رونالدو وأثناء مباراة لمنتخب البرتغال أخذت الجماهير أثناء إحماء اللاعبين بالصراخ ميسي ميسي ميسي، واكتفى كريستيانو بالابتسام أثناء ذلك، ولكنه قام أثناء المباراة بتسجيل الهاتريك وقام برفع يده على أذنه ليقوم بإسكات الجماهير بإشارة أني لا أسمع صوتكم. في مباراة الكريكت هذه قام هذا اللاعب بضرب الكرة بكل قوته لينكسر مضرب الخصم، فقام هذا الشاب بالاحتفال بطريقة عصبية والصراخ ما أدى إلى إصابته بشد عضلي بعنقه. انظروا كيف انهال على الأرض بإصابته هذه. في سباق سيارات فورمولا 1 يمكنكم رؤية هذا المتسابق، والذي قبل وصوله إلى خط النهاية قام بإيقاف السيارة ليحتفل مع الجماهير، فأتى المتسابق من خلفه ومر عنه، وبعد أن كان في المركز الأول أصبح في المركز الثاني. في مباراة الملاكمة هذه وكما ترون يبدأ اللاعبان بضرب بعضهما البعض، وتبقى دقيقة لنهاية الجولة، وبعد أن انتهت كامل الجولات ظن هذا اللاعب أنه قد فاز في النزال وقام برفع يده ليحيي نفسه، لكن أتى قرار الحكام بفوز خصمه الذي كان يظن نفسه خاسرا. في مباراة كرة الطائرة هذه ظن هؤلاء اللاعبون أن الكرة قد خرجوا وقد فازوا، لكن الكرة قام بإرجاعها هذا اللاعب قبل أن تسقط على الأرض، وبالفعل قاموا بإلقاء الكرة على الجهة المقابلة ليربحوهم أثناء احتفال خصمهم. يمكنكم أن تشاهدوا كيف لحقوا على الكرة. في مباراة الهوكي الرائعة هذه قام هذا اللاعب باستلام الكرة من زميله ليدخلها في شباك هذا الحارس، ومباشرة قام باحتضان خصمه والضحك عليه، ولكن أتى الرد من خصمه بهذه الضربة على وجهه بهذا الشكل المضحك. يمكنكم أن تشاهدوا هذه التمريرات الرائعة بين لاعبي مانشستر سيتي وبالأخص اللاعب بالوتيلي الذي بهذا الشكل تقدم بهذه الطريقة الرائعة ليستلم كرة جميلة من صديقه، ولكن للأسف قام بإهدارها بشكل غريب للغاية، فقام مدرب الفريق بسحبه بعد 30 دقيقة من بداية المباراة، ولكن بالوتيلي يشرح هذا الأمر بكونه يعتقد أنه كان متسللاً. في مباراة الركبي هذه يمكنكم أن تشاهدوا هذا اللاعب وسرعته الرائعة
وكيف قام بالإفلات من خصمه، ولكنه حاول أن يقوم بعمل شيء مضحك لكي يقوم بالاستهزاء من فريق الخصم، فتباطأ قليلا عند المرمى ليقوم هذا اللاعب بإيقاعه وإمساكه بهذا الشكل. في مباراة كرة السلة هذه، عندما قام هذا اللاعب بإلقاء الكرة قام بضرب خصمه أثناء النزول، ولكن في مباراة أخرى قام اللاعب برد الصفعة بهذا الشكل إذ أنه قفز عليه وقام بضربه أثناء إنزال الكرة. يمكنكم أن تروا كيف رد الضربة بمباراة أخرى. في مباراة الركب هذه يمكنكم أن تروا هذا اللاعب المستاء والذي كاد أن يمزق قميصه، فقام بضرب هذه القطعة وهو غاضب لتنزل عليه بهذا الشكل وتقوم بصدمه في رأسه. تحصل المنتخب الهولندي على ركلة جزاء فتقدم فانستلروي ليقوم بوضعها في الشباك، لكنه أهدرها وذلك بعد أن قام الحارس بتصديها. فيمكنكم أن تشاهدوا هذا اللاعب من الخصم كيف يقوم بالضحك على فانستلروي ويقوم بإغاظته، ولكن قام هنا فانستلروي باستلام هذه الكرة الرائعة ووضعها في الشباك، فذهب إليه ووقف أمامه وأخذ يحتفل ويقوم بإغاظته، لكن هذا تسبب له في أن أخذ الكرت الأصفر من حكم المباراة. في سباق السيارات هذا تقدم هذا المنافس رقم واحد وكاد سيفوز بالسباق، لكنه قام بالاحتفال قبل الوصول ما أدى إلى انحراف المقود الخاص به وانقلاب سيارته بهذا الشكل. ليس فقط خسر السباق بل وأيضا خسر قليلا من عظامه. في مباراة كرة السلة هذه قام هذا اللاعب بإلقاء الكرة لترتطم برأس خصمه بهذا الشكل مستهزئا به، ولكن الحكم هنا قام بفك الأمر، ولكن في مباراة أخرى قام هذا اللاعب بضرب خصمه على وجهه بهذا الشكل بحيث تظاهر أنه يريد لمس الكرة لكنه قام بضربه على وجهه. حسناً، لقد قام بأخذ ثأره. هنا عند وقوف هؤلاء السباحين ليأخذوا الميداليات الذهبية والبرونزية والفضية، هنا فاز اللاعب الصيني يونغ، فأتى المشرف لوضع القلادة الذهبية على عنقه، وبالطبع هنا أتى لإغاظة المنافس الذي أخذ الجائزة البرونزية، ولكن اتضح فيما بعد أن يونغ يستعمل منشطات ولهذا تم سحب الجائزة منه. في هذه المباراة للمنتخب السويدي والمنتخب الفرنسي أتت الكرة بهذه الطريقة إلى هذا اللاعب والذي قام برأسه بنطحها ليقوم صديقه بإكمالها ووضعها في الشباك، وبعد ذلك قام اللاعب بإغاظة لاعبي السويد بهذه الطريقة بوضع يده على رأسه، ولكن أتى الرد من لاعبي السويد أثناء فوزهم فقاموا بإغاظته جميعا بهذه الطريقة وأخذوا يجرون في الملعب. فعلا من يضحك أخيرا يضحك كثيرا. إن أعجبك هذا الفيديو من قناة هاي سبور الإخبارية فلا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. جميع الحقوق محفوظة لدى قناة هاي سبور.